لابد اللي خلنا لهم يلفت هذا ما يمشيوش. بسم الله الرحمن الرحيم. هات كان شرقا كبروا معاك. كيف باش عندنا قانون التسوية المعروف قانون 08/2015 صادر في 20 جويلية 2008. عدد الملفات المودعة على مستوى البلدية منذ بداية العملية 5072 ملف. العدد الإجمالي للملفات التي تم تحويلها للدائرة منذ بداية العملية 3720 ملف. عدد الإجمالي للملفات على مستوى المكتب في انتظار تحويلها للدائرة 1352 ملف. ملفات تم إعدادها بتحفظات على مستوى المكتب قصد التحويل لمصالح الدائرة من مجموع 1352 ملف. من بعد نرجعوا على النقطة هذه. ملفات تم إعدادها في انتظار تحويلها للدائرة من مجموع 3720 ملف 67 ملف. نرجعوا على النقطة هذه. ملفات أعدت لمصالح الدائرة بدون دراسة من قبل اللجنة قصد إكمال الوثائق 240 ملف. ملفات مودعة وغير مشمولة بالقانون 66 ملف. ملي بدا كان زيرويت هذا في بلدية خنشا قداش ملف تسوى عندنا؟ 3720 ملف. ها 3720 ملف. كيفاش 3720؟ تسواو ولا ما تسواوش؟ هادو تسواو هادو في كما نقولوا في المرحلة كي كان رئيس الدائرة السابق هو رئيس اللجنة تسوات من بين 5072 ملف 3720 ملف. قداش الوقت عندنا؟ دروكا في لابيريود نتاع هذا عندنا 1852 ملف زيادة 1352 ملف زيادة على كانت عنده ملفات تم إيداعها من طرف مصالح البلدية إلى مقر الدائرة استرجعنا منها 240 ملف. استرجع هو رئيس الدائرة طبقا لتعليمات جديدة دارهم لنا قالت لازم الملف يتقدم حسب الشروط اللي طلبها هو. بقات 240 ملف جبناه من الدائرة والباقي 1352 ملف راهي على مستوى البلدية. لا زلت 12 كمل. بقات عنده 120 ملف مصر اللي مازال عنده. ومازال حوالي 120 ملف باش نجيبوها على مستوى الدائرة. على واش مبروك يا بك؟ على واش مبروك؟ لا كان شاء الله. هاكا اللي فاتت كان عندنا ولا في الدائرة؟ درك الدائرة بقات فيها 120 ملف. اها. على مستوى الدائرة. اها. درك الملفات هذو راهم كانوا سمحنا بالنسبة لنا على حساب القانون مستوفين الشروط. تمت المعاينة من طرف المصالح التقنية نتاعنا المعنية حولناهم للدائرة مع رئيس الدائرة هذا الجديد. دارنا شروط اخرى درك نقراها عليك هنا. قالك لازم الملفات تكون حسب الشروط هذه ورجع لنا الملفات القدم دون دراسه من طرف اللجنه. ثم قرار خذاه هو مع المصالح التقنيه نتاعو قالك حولوهم. حولنا 240 ملف مازالت 120 ملف وكتب لنا عليها قالك الراه والزور. القانون واش يقول؟ الرئيس معلش تفضل. نشوف نشوف القانون اللي تم جاتو راه تعليمه كلمة إنزالية لي واش تقول؟ تقول أولا تبسيط إجراءات نتاع القانون. واش طلب علينا في الملف؟ طبقا لمحضر الاجتماع هنا هضر على القانون واش يقول؟ كلمة تباها فرشة. وقت الإجراء هذا دار؟ هذا الورقة هذا الورقة اش كنديروا حنا ولا نديروها؟ شوف الورقة هذه حنا نديروها. أنا شفت خا خبرك خا خبرك أنا نهضر بالقانون. اعطيني الملف تاع كان 08 اللي في الاخر اللي قلنا الموديل تاع الدوسي تاع الموديل تاع الدوسي والملف الملف القانوني تاع خدينا من التعليمات تاع رئيس الدائره التعليمات تاع رئيس الدائره هذيك ربي شارع عليها. اعطيني الملف واش يقول الملف واش يقول كان 08 كانت المرسوم تما اعطيني المرسوم واش يقول القانون كان 08 هذا اللي عندي واش عليها الرئيس الشيخ سمح لي كان 08 اعطيني المرسوم الرئيس انا نحب ندخل في نقطه النقطة الأولى حنايا عندنا القانون واضح أولا دام 2008 الإجراءات اللي داروها قبل في البلدية تسمى إجراءات قانونية. بعد هذا جا في 2012 ل 2011 جات التعليمة هذيك اللي تبسط الإجراءات. هذه اللي تبسط الإجراءات كي نهزوا المقترح الأول نتاع التعليمة واش تقول هنايا في محتوى الملف أنه تبسيط الملف التقني هنايا. من بعد واش بعث لكم حسب التعليمات تاع رئيس الدائره
يقول لكم الاستغناء هنا التعليم راهي تقول الاستغناء على الدراسات الهندسيه رايكم بعد لكم في التعليم يقول لكم اي ملف ما يكونش فيه الدراسه الهندسيه يتعتبر مرفوض رغم هذا مشيتوا معاه انتم في الطرح هذا هي هي انا اللي كريم حوسه اللي كري يعني بعد بعد الصوت التعليم شنو التعليم هذه نخرة هذه هي تعليم نخرة هذه تعليم نخرة هذه أنا سؤال مطروح في حال كي بعث لكم رئيس الدار قاري كري رديت وجاوبتوه ولا هذه جاوبتوها أسرع عليا عليها الرئيس أعطيني لا ريبونس يجب أن يذكر في هذا التصريح كما هو المحرم اسم ولقب الملك أو القائم واسم الشركة لصاحب المشروع طلب تحقيق مطابقة البناية أو رخص إتمام الإنجاز على حساب واش تحتاج عنوان البناية وحال تقدم الإشغال بها مراجعة رخص البناء المسلمة وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجدت هذه في حال كان رخص البناء الطبيعة القانونية للوعاء العقاري بالنسبة للمباني المشيدة بدون رخص البناء تاريخ بداية الإشغال وإتمامها عند الاقتضاء يجب أن يرفق التصريح بملف يحتوي على كل الوثائق الثبوتية المكتوبة والبيانية الضرورية للتكفل بالبناء في إطار هذا القانون يحدد محتوى الملف المرفق بالتصريح عن طريق التنظيم مواطن هنا الدروك أنا ملفات الدروك ما تسواها حتى ملف ما تسواش ملف أنا ما تسواش ما تسواش الملف حنا أنا كبلدية أنا المواطن هذا تاعي نحافظ عليه ونحافظ على المصالح تاعو ونحافظ على الملف تاعو أنا ما يقولش الدوسي تاعو عندي سما ميغوش توسيتي عندي انا بوات بوستال نديروا الاجراءات نبلغ نص الملف للرئيس الدائره رئيس الدائره هو اللي يديروا الرفض ما تخليش الدوسي عندك لهنا اللجنه اللي ترأسها رئيس الدائره هو بينه وبين المواطن كي دار القانون هذا ما يمشيش غير في ولايه خنش لا حاجه اخرى تيجي الملف تاع المواطن انا حنايا في كلمه مثلا لكن ما قلت باش تخرج من ديدا وباش تخدم سير بلاص وتشوف التصاور وهذاك وداروا هالحوايج هذو خرجوا حتى سير بلاص العباد وسواه بالملف هذا اللي قاعدين نباتوا حنا سوات الفئه 3000 و 3000 واش 3000 ملف اللي تسوات بالملف اللي نباتوا حنا عليه اليوم وهي كاين بعدها بعد ما تسووا هذو كانت عليه ما تقول تزيد خف حنا ما خفناش قعدنا في لوما ميتب والملفات حبسه ما بغاش تفوت زيد كلمة برك شوف الحاج الملفات اللي دار عليهم رئيس الدائرة تحفظات عاودنا عدلنا الحين التحفظات هذه والله لا ناصر اخيك معايا عاودنا نحينا التحفظات انا قال هذا السيد هذا عنده اسم دخيل حسن هذا نقابلو الملف يرفض للاسباب التاليه فلان شوف كمال يرفض الملف للاسباب التاليه شوف صح فوات اخر كديروها في البيبي يعني تحفظات احترافيه لغايه التسويه او كاين ضرب طرف هذا مين في خطه كنسل هذا مين هذا عندنا احنا عندنا روح تبع اخويا باش المواطن بعد يفهم انا ضغطوا عليا بالملف هذه روح هذه الاولى صراحه هذا المصادق عليه هذا هو تصريح هذا هو هيك نعاودوا لهذه اذا كان طبقنا القانون خلينا نفهم خلينا نفهم واش كاين هذا الملف عندي انا شكون راه اسم الله هذا التصريح كاين ثما كاين كوشي الثاني كوشي يقول في التصريح
وجي ها التصريح يقول لك ها هما مضيين تعرف هو قال لك التصريح الشرفي مصادق عليه من طرف مصالح البلديه ويحتوي الراي الصريح لرئيس البلديه مقبول او مرفوض واسباب الرفض مبني على اي على راي خمس دقائق ها هنا التصريح تاع البلديه هذه يسموها هذا الراي ثاني في سنين الراي المعلن دقيقه هذا ما نرفضوش اسمع هذا الراي المعلن لمصالح التعمير التابعه للبلديه تخرج انت تشوف هذا الملف تاع السيد هذا اسكو باني ماهوش باني ودير له قال بنايه قديمه ولا بنايه جديده ولا هكا هذا هو التصريح هذا هو السيد هذا السيد هذا شرب مدني هذا شرب مدني شرب هذا ها هنا ما كانش تصريح تسمى هذا الملف السوبريفي من حقه كيرتو ما كانش الراي الراي الرسمي تاع البلديه ما كانش كما تشوف الراي تاع البلديه واش يقول برك كما تصريح برك مازال ما كومبليت جيبوا الملف لا ما شفتوش من الملفات اللي راح تحول الدائره لا لا خلي كمل خلي نشوفوا نشوفوا هذا هذا مازال ما وش هذا اطرح هذا شنو هذا تقرير الخبره الهندسيه هاو اللي تحت هذاك اللي عندك هذا رابور ديكسبيرتيز ها هاو كي رابور ديكسبيرتيز مصادق عليه من طرف الدراسة ها فوالا مهندس معماري المخططات المعمارية لي بلون لي بلون كاينين 5 اكزومبل 5 اكزومبل واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة الكشف الكمي والتقديري دوبي واحد طلب رخصة البناء حسب النموذج المعمول به هذه في الأولى في الأولى هي كاينة في الأولى بعد الملف الكامل لرخص البناء المنتهى الصلاحية إن وجدت مرفقة بمحضر انطلاق الأشغال شنو؟ محضر انطلاق الأشغال يمكن ملف كامل مدروس هذا ملف جديد هذا كاين انا فهمني في هذا مثلا في هذا هاو ملف هذا عنده رخصة البناء هذا شراب هذا عنده رخصة البناء هذا عنده رخصة البناء هذا عنده رخصة البناء خالف رخصة البناء ما بناش على رخصة البناء ما يقدرش يحصل على شهادة المطابقة لا خلاص بيجيب لك الرخصة الجديدة اه جيب لنا الرخصه بس البرون خالفه درك يقدم الملف هنا كي يخرج يعاود مخططات ماهوش يقول شكون هذا حسب النموذج المعمول به يقرا واش يقول لا ان وجد قالت رخصه بناء انه يقرا الملف الكامل لرخص البناء المنتهي الصلاحيه ان وجد مرفقه بمحضر انطلاق الاشغال يمسح هذه ما كاينش كمل برك شي هذه روح شي هذا عنده رخص البناء اذا كان اش الدوسي كومبلي خرج على القانون ما كانش في القانون قال لك هنا في القانون هو قال لك اذا ان وجدت الطبيعه القانونيه للوعاء العقاري بالنسبه للمباني المشيده بس تسمح لنا لهنا هنا كاين هذا كاين ما كاين مرسوم وكان التعليمه تقول تبسيط الملف هذيك هما هزيناهاش دوك انت انا تبعوني نحب انا نفهم اسكي انا غلط ولا مانيش غلط في البلديه حنا هذوك الملف هذا تاع التعمير هذا الناس كامل خلقتنا خاصه في المطابقات ورخص البناء والاخر تاع البلديه تاعنا ما عندناش المطابقه تاعها بزاف حوايج السونار كاز ما عندناش المطابقه دوك حنا اذا الملف هذا الدوله وزاره الساكن وزاره الداخليه تقول سرعوا في الملف هذا سولوا الناس كيف اعطيه الملف تاعو اعطي له الملف تاع الناس انا احكم لي الملف تاع المواطن مطابق للقانون مطابق للقانون واعطيه وصل اداري الكنز زيرويت اعطيه الوصل تاعو بلي يدفع عندي الملف تاعي وانت ارسله من رئيس الدائره ويتهم لك ولا يتهم المسؤوليه كمل ترانزيت هذه شهاده اثبات انطلاق الاشغال قبل الصدور هذه جديده تاعي هذه هو اللي طلبها كاينه في القانون سندات وثائق الملكيه هذيك من بعد نحط في التعليم سندات وثائق الملكيه مصدق عليها ان وجدت قال في التعليم شوف هذه النقطه زادها لنا هي في التبسيط قال يمكن الاستغناء عن الدراسه المدنيه يمكن درك نفهمك في يمكن هذا على حساب المشرع كي تكون بنايه تسمى مكان لا تروح للجيني سيفي درك انا واحد عنده سونتر كوميرسيال راح يسويه لي عنده ار بلس 4 من حقي ندوموندي عليه جيني سيفي بس مسكي تكون بنايه عادي باينه لي نورم 30 سور 30 ما كان لا دوموندي عليه هنا خلاك هنا لو شوا تخير قادر تطلب على واحد وما تطلبش على واحد هي اون امبورتونس لابيتاسيون لا بغض النظر على التعليمه هذه خطرنا كلمه شفناها اسمح لي اسمح لي دقيقه علاه ما تبقوش هذه سمح لي خلينا نهضروا لا نهضروا
عليه وعليه يمكن الاستغناء بدراسات هندسيه مثلا متعلقه به. ها هو بناء الفرضيه يمكن هذاك درك قفل الباب تاع الفتوى البناءات الخاضعه بانتظام الهيئه المراقبه التقنيه صافي الاستريكتير كبار البناءات الفرديه المبادر بها قبل صدور القانون رقم 04405 الموعد المعتمد للقانون صافي البناءات الفرديه اللي قبل قبل صدور القانون كذا المهندس البناءات الفرديه الحاصله على رخصه بناء المبادر بها بعد صدور صافي كيكون قبل القانون 90 25 هكا 90 29 29 اللي قبل تطلب عليه واللي من بعد اللي ما عندوش رخصه بناء تطلب عليه. انا غير تسمح لي غير تسمح لي عبد الحفيظ كان زير وي راي واش تقول الملف يود على اداء امانه اللجنه وامانه اللجنه كبت فيه في اجال 3 اشهر اذا كاينه ملزمه اللجنه على مستوى الدائره لاي موظف في الدائره ولا في اي مكان انه يفصل في الملف اللجنه فيها كل القطاعات الماده 33 تقول لك اللجنه تفصل اسمح لي سيدي امين العام اللجنه تفصل في اجال 3 اشهر إذا ملزمة المادة تقول يجب أن تبت لجنة الدائرة في أجل 3 أشهر. ما هو ما يجيش كبير ما يجيش كبير شمل كيا مش حنا نعرف الملكية لا إله إلا الله كما صرح تقني لا حبسة حبسة فيس خليها حنا لا حنا نحبوا نلقاو حل فيس مش نركبوا دمغينا أنا دركا تقول لي معليش أنا أنت جبت سنيت أنت هنا وسني المير وسني كوش المير كي سني سني حتى المعلومات بلي هذه كل معلومات مطابقة سني المير ولا جوا المير ولا الدولة لا المعلومات هذه بلي كاملة داكور هو انا على بالي في الدواسه كي كان يدير فيهم العربي يحط فيهم حتى باللي هذا بلا فوضى ولا مش بلا فوضى. كاين رابور رابور اي سامحني انت جمعت لا يقصر ولا غير صحيحه شفت الملفات اي درك احنا درك انا تقول لي عقد اداري كي تقول لي عقد اداري نسمع لك او جبت كما هذا وعنده كارما صح التابع للملك الوطنيه شكون اللي يقول سي لي دومين يقولوا سي دومين الملك البلدي شكون يقول في الحنا لازم نفتحوا حنا نسالوا فيها ولا ما نسالش هذه ملكية خاصة يملكها الغير شكون يقول التحقيق العقاري اللي يقول هذه إذا التحقيق العقاري يبقى من صلاحية اللجنة لا من صلاحية نحن لا لا من صلاحية عمارة شوف شوف توصي عمارة واحد يدير كونتر اكسباتيش يدير على روحه لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار يا سامح لي فيصل هذيك قالت إن أمكن أو ما عندهمش إن أمكن إن أمكن عندها تحفظ في فيس فيها منبر البلدية بعد هي منبر هذا الحاجة لكن يكون سعينا بك سامح لي احنا نهضروا على المصداقية تاع البلدية سامح لي أو الشيء اللي يحبس الزاوية كانت هذا هو هذا الملكية ملكية واحد عنده مثلا عنده ان لو ده واقف فيه 100 متر هنا درسنا كبعد هنا كبعد هنا القانون تاع الكان 08 هذا القانون تاع الكان 08 القانون هذا قداش عنده هو القانون هذا هنا كانت عندنا قبل في البلديه قبل عالجنا قداش عالجنا الملفات تاع الناس كامل عالجناهم وانا لو كلزمي دوك انا خلينا نقول خلينا من اللي ما عندوش كوارت وخلاص خلينا اللي عنده رخصه البناء والبنايه تاعو مكتمله وما عندوش المطابقه علاه ما يديش المطابقه تاعو علاش برك فهمني والمطابقه يا اخي من صلاحيه رئيس البلديه المطابقه من صلاحيه دوك انا باش نحكم على المواطن نحب ندير التزيين تاع الحي تاعي مثلا قال انا روح زين لي نروح نقول له خويا صغر لي لافاسات تاعك غير حتم عليك يكون عندك واش تاعك خيك في القانون حتم عليك هذا كيما هذا شرا هذا الملف هذا طلب المطابقه هذا ما باغي والو عنده سند الملكية عنده العقد عنده الكارني عنده كل شيء تاعو كيفاش علاش كيفاش ما احترمش؟ يا ولا هذاك تبع الزاويه ما عليه ما عليهش اسمع ما عليهش يعني احنا دوك حنا القانون هذا بعدا مسهلوه باش الناس تسوي ملفات تاعها القانون بعد
القانون تاع السي دار على خشنا هاو دار على الجزائر وتي بازا وستاهولي شوف حتى نقطة ندخل درك حنا ندرس حنا هضرنا على تكوين الملف سمعنا طبقنا التعليمه وطبقنا القانون وطبقنا ليكرين تاع رئيس الدائره هاك معنا سيد الامين الان درك الاشكاليه في المعاينات الميدانيه حنا في المحضر كي اجتمعنا محضر سنية رئيس الدائره حنا قلنا له المعاينه الميدانيه طبقا للقانون والاخر كاين بنايات ديرها البلديه وكاين بحاجه كلاسيك دير معنا لا دوك يا اخي كاش هو احنا هنا تفاهمنا على المعاينه المعاينه ذكرها باللي يديروها المصالح التقنيه تاع البلديه هذا فيها دقيقه شوف هذا فيها الهضره نتاعك تاع بغي احنا بلديه تحط عندك الملف هذا غير واش غادي تقول الراي المعلل للمسار التعمير التابعه للبلديه هيك عبد الحفيظ هيك هذه الملكيه صاحب البناء تكونش انت حنا هذه حنا لا باس تاع تاع الملفات هذو حنايا او تخرج انت درك انا علاش انا مثلا رئيس بلدي علاش تسنيك هذا علاش تسنيك انا ولا ما بيش نسنيك انا علاش تسنيك يسنيك بعد ما تروح تتاكد ها مصادقه الملكيه الشيء هذا درك حنايا الملف هذا الملف هذا باش ما نطولوش فيه الملف هذا قداش الملف عندنا على مستوى البلديه المعاينه هو يطلع الملف تاعو خويا سمير الجيري يروح يخرج يدير لجنه كما تسال الحفيظ يدير لجنه نخرج الملف من عندي انا يعاود يطلع الملفات الملف اللي ناقصه خويا يستدعيه النايب قال كمل لي الملف تاعك كي تستوفي الشروط تاع الملف تستوفي الملف كامل خويا دير لي البوردر وانا ندير معك ما تدخلك سمعت ما عندك ما دخلت بيني وبين بيني انا كرئيس بلديه ورئيس دائره انا يربطنا بيني بيناتنا القانون وتربطنا كاين تعليمه تاع الوزير تقول تقريب المواطن والاداره مش نصعبوا حنايا دوك اذا رئيس الدائره هذا عنده قانون تاعو كاين عنده يجيه مرسوم هو وحده وحنا جينا مرسوم حنا ربي يسهل عليه بيني وبين المواطن نقولوا رئيس المتابعه فكر هذا راه حنا واش انا نجيب لكم مدام الدولات اللي درناها ما بقاش انا الخطا تاع ميش تعيينه انا الخطا مش تعيينه نتحملو انا دوك تاع الخشه اذا الحفره يقول لك مير اذا كان زروتي يقول لك مير اذا كل واحد يتحمل مسؤوليته انا واش انا راح نسقسي برك الرئيس دقيقه برك برنامج اجتماع الشيخي حضرت هنا ودرت اجتماع ودرنا التقرير حضروا كل قلنا لهم باش نعيطوا لكم تخرجوا معايا من المعاينات نتاع التسويه قال لك لازم قال لك ماهيش قانونيه قال لك لازم يدير لها رئيس الدائره قرارات هي درناها وسنيه وهضرت انا مع رئيس الدائره قال لي درك ندير لهم قرارات افس تاع القانون واش يقول تاع علاه القانون يقول لك البلديه خويا نايب تشكلوا تخرجوا ديروا ربي سهل عليك ديروا لخويا الملف المعاينه خويا لقيتو ديروا واش كاين ديروا واش كاين الملف تاعو ما ينطبقش اخويا عيط له قال فلان هاو الملف تاعك اخويا علاه تخلي الملف تاعو السيد يولي يستنى في البلديه ما يستناش اخويا خرج دير المعاينه كاين التاكسي عندنا الامكانيه تروح دير المعاينه كي تسقدوا الملف تاعو يكون الملف تاعو منظم درت 500 ملف ديرهم البوردرو اخويا دير لي انا سنين بعدها من رئيس الدار تبقى بيني انا ورئيس الدار انا ما يقعدش عندي الملف تاع المواطن شحال يكون الملف كومبليك يكون ملف ما يكونش انا مثلا ما اللي انا اللي قالوا غلطه نوقفوا يكون ملف كومبلي يا اخي القانون تاعك عندك هذا عندك كل شيء واش يقولها فيصل عندك القانون تاعك خويا طلب عليه خمس اوراق يجيب خمس اوراق طلب سته يجيب سته حتى المواطن كي تقول له هكا هو يقتنع يقول لك هذاك المواطن هذاك اللي جيب لي البلوما يجيب لك البلوما ما تبعتش شي فتاك شنو هكا انا باش نخدموا الملف الملف هذا كبير سي نوار نهار من السمانه الجايه الملف هذا تعطيه اهميه كبيره تجبد اخويا قداش الملف عندنا سي لو فو خويا لقيتو ناقص استدعي مولاه دير له استدعاء بصفه رسميه دير له يبلغ له حتى عليه يدير لوسي عندنا لوسي تاعنا يروح يدير استدعاء يكمل الملف تاعو تخرج اللجنه تاعنا تعاين الشيء اللي كاين تعاين جديد اللجنه اللي فيها البلديه عندنا المديرين عندنا قاعدين يعاينوا تمضي ولا نمضي تمضي الملف تاع السيد ولا يمضي النائب ولا المكتب العمران تمضي الملف هذا واش طبقا على يمضيو حتى هما بالكريف تاعهم هذو اللي يخرجوا هما يمضيو بالكريف تاعهم هما قبل نساميهم انت تمضي انت تهزوا الملفات تاع الناس انا من على شهر ما لقاش ملف في البلديه تاعك من على شهر في يديك شهر ما لقاش عندي ملف في البلديه تاعك شهر ما لقاش ملف انا نهضر معاك شوف الرئيس حنا
كي بادرنا في الفتره اللي فاتت درنا لهم ديلا تركيبات وبعثنا عن طريق لاخوص قال نحن نعرفوا انه الملف يكون في اطار استكمال الوثائق خاصه بالملف كل واحد درنا له شي لازم يكمل ها يا خويا هذا بالغولو خلاص اذا هذه اذا تحب نقول طيب الغولو شوف الغولو وزيد عندنا هنا الصفحه نتاعنا خويا وكيجي يصور لهم الاستبعاد يصورهم يحطهم في لاباج قال لك مستدعي لا 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 لا